السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي نرجع طب ربي سبحانه كانت الظلمات وما ليناش به، هبط لنا القرآن مع إنسان أمين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. به القرآن شنو اللي فيه؟ ريتوا العلوم اللي تشوفوا فيها تو، الراديو، التلفز، الطيارات اللي تشوفوا فيها العلوم كلها تو، مازالت العلوم كلها موجودة في الآيات القرآنية، كلها موجودة في الآيات القرآنية. على علاش قلت لكم ما بعدوا مع تكت وقراوا الآيات القرآنية وتبعوا توش موجود وتلقاوا الحقيقة. هاو نعطيكم مثال، مثلا أنا مني إنسان أخي ابن خلدون ابن سينا أخي قراوا في الجامعة، لا يبدو قاعدين ويخذلوا العباد كيفاش تتصرف، مالا شنو مالا شنو مالا كيفاش مالا أمور بالدليل راهو مش لعب. هنا جربتها نجاه بدي خاصة ابن سينا على كي قال قليل من السم تضرب وافع قليل من السم تخرج. أنا عندنا بير في شيرة مسالم تهبطوا في يافع وهبطوا في جرنات تاكل كان الجران هاي هي كما عندها من فوق زو الشكاير سم وكيك الزريق كي تعرض يلزمها تقتلها ساعة قبل لم تقتلها تبلعها حية تنجم الجران تقتلها راه سايب عليها ما عندها سم بالجلدة تنجم تقتلها هي شوية السم يتعدل الماء. يا سيدي نشرب من مك البير هذاك، يعني هي تجربة هذه نشرب مك البير هذاك. هي مرة بنتي مو صغار نلعبوا في شيء سبحان الله هي ضربتني يبها قعدت 10 ايام سخانه مش شلطولي كلاتوس امنع غيري ما يشربش منه ضرباته افعى اكلا مات في ساعه. اخذوا هذا الدليل نوريكم دليله هو اللي يكتشف قليل من السم وقتها جماعه يشربوا باكر يشربوا من العين عايشه فيها افعى تاكل بالجيران شويه السم يخرج لك ماذا قعد يلاحظ ابن سينا عجب شويه يشربوا من العين ما ماتوش سخان وكذا ما ماتوش وسباب الاخرين ما يشربوش من العين ماتوا. لهنا اكتشف العلم رتو تجربه كيفاش تدير. يا من جبت لكم على الايات القرانيه كيفاش ها التلفزه والراديو وها الراديو هذا نجيبوه هنا لندن لك حل هذا ها ما شنو هذا كان هذاك هنا لندن هذاك تاع هنا لندن ما شنو اب 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 منا نحكي لكم اي ما ليناش يا سيدي ما هو ها نعطيكم الدليل توا الصواريخ اللي طلعت والمريخ ما هو حكاوا لنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جات في القران ولا كيفاش ربي رفعه للسماء ولا هكا ولا قابل الانبياء الكل ولا ما هو سلم مئات السنين مشى ولا تبوا الدليل باهي يا سيدي نعلمكم احكاها لي واحد امريكاني من ناسا عم يتكلم بالعربي مليح وقتها في الحمامات مانيش ماك النوع كماركب واد نوي لا نحب الطبيعه قاعد قدام البيسين وقاعد وحدي على الشجره وقهوه ودبوا زي ما يعرفوني بها جماعه الحمام يعرفوني مليح زعما وندخل غادي يفهموني مع نزيد شويه انا ماني نحترمك اللي يسرب نقول له يا موظف ولا نقول له يا غالي ما نقولش ليه يا صانع لا لازم نعمل له احترام يعرفوني يودي لهنا يا موظف يا غالي في ناس انا نعطيكم حاجه انا نستنى في محامي قدام في قهوه باريس عاد جاي يشرب كاستي تو بالدليل نجيبوك قلت له يشرب كاستي قلت له قداش قال لي 300 قلت له 500 تعرف ثلاث مرات يعيط على طول صوته يقول لي كان سمع بك اوباما راه هزك وكان سمع بك اوباما رئيس امريكا راه هزك كان علاش انا بعث له ثلاث صور شيخوا عليهم 1000 واحد راهم تفرجوا فيهم راه بالدليل نعطيكم راه هزك علاش 300 عندهم قيمهم لا احترمته تو بالدليل اللي حاسه بالدليل نعطيه لاني احترمته ونعيط له يا موظف هو كلمه صحيحه موظف اخي مو يخدم القهوه ولا يسمى موظف شنو اخي موظف كان يخدم عند الدوله الموظف هو معناها موظف معناها كل ما انسان يشتغل يسمى موظف يعني نقول في الصحيح اي سيدي نرجع للقران يا سيدي ما ايات الكرسي هذيك معروف اللي يقراها ويفهمها لا عاد يسرق ولا عاد يمس نتاع الناس اما انا راني في الخدمه نتاعي صفيت برشا كونوا لالات وعوان وكل مشيت اسمع الرحمه لا يسرق تاع الدوله الرحمه لا ما رحمتش بالدليل
ما رحمتش وقومت الزير كيفاش معناها يتفاهموا رئيس المركز يتفاهم مع الاداره نشدوه بالباطل فهمتي بعد سيبوه وعرفوا ما يرجحوش برا يجيب ورقه من المركز المركز يقول له والله احنا فيه ولا دخلت فيها الحكايه ورجعت عبيد يا ودي قانون القانون اسمع علاش انا نقدس القانون اللي قبل كل شيء باش نقرا القران في عقل يوصل لي في عقل القانون هو كل لا سماش القانون اي نحكي ونرجع الموضوع ناسي هاي سيدي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفعوا الاسماء الامريكان يشاملوا الامريكان موجاليات ويمشوا لهم كانوا الناس طيب انا عندنا واحد في نازا بيعرف برقيبه بكري بكري انجينيور ياسر خرج من فرنسا خطفوه جماعه النازا الامريكان تاع النازا طلب السوري انا غادي تو ما نعرفش اللي ماتوا الحصيله كي يجي يروح الجندوبه بالعسى يروح الحصيله نحكي لكم بالعسى ويرجع بالعسى انا نحكي لكم معناها بالواقع والامريكان يحبوا رجما جنوب علاش من الحرب العالميه الثانيه مال هتلر من كلاه كبوت مو كلاه من تونس من وقتها من تونس بدا ياكل في كبوت بدا عاد هندي ياكل على راس علاش تو الامريكان يحبوا تونس ياسر الامريكان في الاستراتيجيه العالميه في الكره الارضيه عندهم تونس حمراء ردوا بالكم مش تونس صح لا بلا تونس بالنسبه للامريكان ورقه حمراء ما لماش والله ليس المفيد كل لكن ما يكرهوناش ولا ليه برا يجيبوا دليل امريكا دخلت فين ولا لا يحبون نعيشوا ديمقراطيه واحرار ومعناها وحريه المراه وكذا يحبون نعيشوا كيف اما ما يدخلوش فين اما بالنسبه للاستراتيجيه العربيه العالميه تونس عندهم منطقه حمراء من مساحه هذيك من غير ما تحكوا فيها برا الناس العربيه اي نرجع الايه القرانيه هاي مو الرسول طلع الفوق سماس لسنوات مئة سنين هم طبقوه ريتو كيفاش هم سيدي مو الخيال يردوه علم هم الخيال حاجة يتخيل يردوه علم اخي تلفزي كيف استنعت وزوه ولد صغير يلعب اكتشف ولد صغير يلعب الراديون ولد صغير يلعب تيمالي نجربوا احنا نجربوا بالتجراب رو نجربوا ولد صغير يلعب يعني بش نوريكم يا ناس يتواثر الأذكياء فيقوا هم تبعوا الآيات القرآنية نتاعنا ووصلوا هبطوا في القمر والمريخ تعرف قال لي واحد بخستة رجل فيه قلت ما هبطوا في القمر مزيارة المريخ تقال لي لا في القمر هبطوا في الصحراء تقول تحكي معاه هذا الصاحب وهذا هل يا رب يجيل هذا يا ولدي يروي العلم العلم توا ما عادش توا اكتسبت العلم تعيش ما اكتسبتش العلم ما عادش فيك صحيح انتهى موضوعك يا ولدي تبعوا القرآن وفهموا اقرأ وحدك يا ولدي ما تمشيش جماعة الكستة اقرأ وحدك ركتبهم ورو سائل القرآن اقرأ الآيات وتبعت وتلقى هالعلوم وكل تفاتو ولي مش يجي الكل خارج من القرآن الكل خارج من الآيات القرآنية الكل خارج من الآيات القرآنية اقرأ واقرأ وحدكم اقرأ ولكن كي تقرأ مش تقرأ وتتلوه لا يلزمك تقرأ وتحلل وتجرب تقرأ وتحلل وتشوف ما حولك اقرا الايات القرانيه وجرب وشوف ما حولك تلقى الصحيح يا ودي علاش هيك علاش ما تفهموش علاش تغلطوا برواحكم علاش نحب نعرف علاش تغلطوا برواحكم علاش قولوا لي علاش تغلطوا برواحكم علاش تقرا القران تقرا لكن كي تقراه يلزمك تفهمه يلزمك تفهمه ويلزمك تقراها بالكلمة تو ربي سبحانه ها يا سيدي لم نشرح لك اسرارك بسم الله تما هو قال لك في الاخر اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اللي كان معناها فرغت من الخدمة نتاعك ولا هذا بير انت اللي يعبد ربي ما فيها بير اما مش قال لك انت تسوق بالطيارة هبط الطيارة اللوطة وصلي بعد سوق الطيارة لا علاش نحب نعرف علاش نكسروا في القرآن علاش نكسروا القرآن والقرآن صحيح عليه القرآن صحيح يا ولادي يا اخي ما كناش محتلين اسبانيا ما كناش محتلين اوروبا ما كناش محتلين اسيا تي مو بالباسم حتى وقتها كانوا جماعة حق جماعة يعرفوا الحقيقة عاطين الحرية عاطين كرامة الانسان وهم كانوا في عهد الظلمات ايش عملوا قالوا كيفاش يعملوا هاي نمشي نقراوا القرآن باس وجماعة للشرق يسموهم المستشرقين يا هذاك المستشرق يعني باش يخضر ولد هم خذاو سلاحنا ونحن خذينا سلاحهم هم خذاو سلاحنا الباهي التربية والأخلاق والعلوم وكل شيء ونحن خذينا سلاحهم تاع القرون الوسطى تاع الظلمات ها بر وتبعوا بر فيق ولا روحكم فيق وقراوا الآيات القرآنية وشوفوا الصواريخ تو تلقاو الصواريخ بالآيات القرآنية يا تيرو نجربوا زي ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هي يطلع هو الرسول يقابل الأنبياء الكل يعني هم طبقوها سيدي ها ولتها في السواريخ
ايوه واحد معاك في لندن عالم الليزر، تعرف قد ايه قطعه صغيره ما تمشي بالعين، تمشي بالليزر 60,000 كيلو متر في الثانيه، ما بعد الكواكب الشمسيه مش بيشمس بيك، واحنا قاعدين فهمتي المجموعه التبرج مع تكستا فهمتي على نتعاركوا على الهلال، واللي هي علوم معناها بالكره الارضيه، الهلال بالكره الكره بالارضيه ما مدور، يطلع في بقعه ما يطلعش في بقعه، هي شنو؟ يا اخي هي باين هم جيبوا كره، الكره ها مو موجود، وشعلوا معناها فهمتي في نار، ها ها وعندي في نار، ها هو انا في نار، وشعلوا في نار وشوفوا ساكن له تو تلقوا بقعه تشعل بها هو بقعه له. يا استراليا مالي ساعه تاع النهار، هم عندهم شتاء تو مالي ساعه تاع النهار، عندهم ليل نحن عندهم مالي ساعه نهار، امريكا تو فهمتي مازال اللي كنت معاهم مازالوا فهمتي سهري، ايش بيك يا ولد؟ يا ولد يفيقوا يا ولد، راهو العلوم تراو فيها الكل موجوده تو، التليفون والبورتابل والراديو والفريجيدار والصواريخ وكيف شفتوا في القمر والدين كله موجودة في الآيات القرآنية، أقرأ وحدك وحلل وفهم لو تلقى يرى أستاذ راشد الغنوشي يعرف الحقيقة، ما عاش في بريطانيا يعرف، إما ما يحبش يقول ما خايف على بلايصته، مالي شنو من الناس كلها تحب على البلايص يلزم يقعد رئيس النهضة، إيش هو هذاك ما يقولش الحقيقة، الحقيقة ما يحبش يقول ايه الحقيقة يا حبيبي، تقول لهم الحقيقة، تقول لهم يا ولادي العلوم موجود في الآيات القرآنية الكل، راهي موجودة كل في الآيات القرآنية، تقول لهم خليهم، عليه هيك عليه، عليه قال لهم متى باش نقعدوا عليه، إلا متى، يز، إلا متى تو علوم تو نسمع، في راسك العلم تعيش ما 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 في مخك، يا سيدي ما هو قلب أبيض، لا سيدي القلب مش أبيض، القلب راهو مزخة، أن موتور دو سيركيلاسيون تو سون. راهو محرك هذاك يدور في الدورة الدموية والرواري هي تصفي الأكسجين يدخل للرواري يصفي الدم ويخرج معناها الهواء الفاسد، الرواري البيئة العمد لكن تتكيف وتشرب الكول، راهو الرواري هي البيئة العمد يا ولادي فيقوا على رواحكم، المخ كل شيء في المخ، كل شيء في المخ، والإنسان راهو ما يتعلمش وحده، يعلموه من الصغرى يلزمك تعلمه من الصغر من يهبط من كرش تو يبدا في كرش امه يلزم تخلي امه رايده ما تغششهاش ما تفرعسهاش ما تلرمسهاش خليها في راحتها باش الصغير يهبط صحيح مش معناها اضرب بالعصا واضرب بعد قول له كيفاش يعني تي هو عيبره يا ولادي القران راهو باهي اقروا ايات القرانيه وحدكم قراوه ما تمشوش جماعتك اقراوا وحدكم وحلوا وشوفوا تلقوا الحقيقه والله تلقوا الحقيقه هاني نكلمكم ابحثوا مليح هاني نقول ابن خلدون ابن سينا لو ما قراوش في الجامع ارام يبحثوا يحلوا ويبحثوا وهاك تشوفوا فيه ابن خلدون يقراوا عليه لما كان موبوس زعما عمل لنا عركه احنا ومصر هو قال مصراوي تونس تقول انتهي ومصر تقول انتهي ما صارت مشكل فهمتي يا ولادي يا ولادي فيقوا يا ولادي فيقوا فيقوا واقراوا ايات القرانيه وحلوا مليح حلوا مليح تلقاوا الصحيح تلقاوا الصحيح كل شيء العلوم كله موجودة في الآيات القرآنية ونوصيكم احترموا القانون احترموا القانون راو القانون هو اللي يخلينا نعيشوا مرتاحين هو اللي يخلينا نفكروا هو اللي يخلينا نخترعوا هو اللي يخلينا باش نوصلوا للدول المتقدمة يهديكم ربي احترموا القانون ما هو قانون ثم قانون يزور بحقوق الإنسان نبدلوا تبدل في لحظة وتش فيه كيبو متفاهمين يتبدل في لحظة يخرج قرار مجلس الوزراء يتحالها مجلس النواب يوافق عليه يسميه في لحظة ما في شيء ما في شيء غير كي حبي يعوجوه يعوجوه ونقول لك جماعة اليسار المتطرف فيقوا على أرواحكم نحوك المنزل ومترقى ما عادش المنزل ومترقى يا ولدي حطوا صاروخ يحطوا حاجة يحطوا حاجة علمية خلي تمنكم الناس ما زلت سلفي أنت تعرف السلفية وأنت سلفي تك حسنا يمترقوا منزل ويا حسرة ليه يمترقوا منزل يا حسرة ايه تعرفوا كيفاش خلوني بشوية بشوية توا يلزمني بعض حقائق من بعد باخر يا جماعة السياسة تعقدون مذاك من بعد في الاخر هاي نقول لكم ربي ينوركم وان شاء الله تقرأوا القرآن وتفهموا آياته وتو تراوا العلوم الكل موجود كله في آيات قرآنية ونقول لكم الى اللقاء